هنقلي صبيت مع بعض النهارده بطريقه المغازي، نشوف هنقليه مع بعض ازاي. الصبيت اشتريناه زي ما هو كده، بتتنضف الراس بتاعته، بتتشال العيون بتاعته، معدته الحبر الاسود بيتشال، وبتبقى معانا زي ما هي. حبيت الصبيت زي ما هي. بتشتري الصبيت اللي هو تقريبا 4 أو 5 في الكيلو، 4 أو 5 في الكيلو بالحجم ده كده. هناخد الصبيت ده ونخليه كده هنا ونعمل له خلطه دلوقتي مع بعض. تعالوا نشوف نعملها مع بعض ازاي. حلو قوي. معانا من النشا 2 معلقة، ومن الدقيق 4 معالق. حلو قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. عينيا 1 2 3 4، ونخلي بقيه الدقيق معانا جنبينا هنا كده. حلوه. ونحط على الدقيق ده يا عم الشيف والنشا شويه ثوم طازه. حلو قوي. ونحط عليهم يا عم الشيف 2 معلقة من الصويا صوص. حطيت ايه يا شيف تاني؟ ثوم ونشا وصويا صوص. حلوه. ومعانا من الروزماري عود حلو كده، بناخد الورق ده كده بالشكل ده كده ونفرمهم بالسكينه. ده روزماري افرمه ناعم. صبيت مقلي كريسبي بطريقه مختلفه. ناخد الروزماري ده كده زي ما هو اهو، وننزل بيه على الدقيق والنشا. حلو قوي. قليل من الشبت الحرامي ده بيسرق الطعم. حلو قوي. شويه بابريكا وشويه بهارات من ايدك الحلوه. بابريكا، شويه كركم حلوين كده، وفلفل وبس. مش هحط ملح لان انا حاطط صويا صوص. حلو قوي. الخليط ده كده زي الفل. تمام. هنقلبهم بماء مثلج. اللهم صل على النبي. ماء مثلج يعني ميه بارده. الخلطه دي نهتم بيها كده. هي دي هي دي هي دي. تاني. عملت ايه يا شيف؟ الكسروله دي البوله دي فيها ايه؟ فيها 2 معلقة من النشا. اكتبي ورايا يلا عشان تحمري السبيت على طريقتي. بس لازم تشتري الصبيت 4 حبات أو 5 حبات في الكيلو، 2 معلقة نشا، 4 معالق من الدقيق، معاهم 1 معلقة من الثوم المفروم الطازة، معاهم 2 معلقة من الصويا صوص. هنا نستغنى عن الملح. قليل من الشبت، شوية روزماري إذا وجد، لم يوجد خلاص مفيش مشكلة. حلو. تمام. اللهم صل على النبي. ايوه. تحطي زيت. ناخد الصبيت بتاعنا ده كده. تعالى يا باشا. ايه الاخبار؟ زي ما هي. ودي كمان زي ما هي. ودي كمان زي ما هي. ونشيل كل حاجه من هنا. أأمن على الزيت بتاعي اخباره ايه؟ درجه حراره عاليه جدا. حلو قوي. ناخد السبطايه دي كده، بنيجي نفتحها فتحه صغيره من هنا كده. نفس القصه هنا كده زي ما هي. اهم حاجه تشيلي العين وتشيلي الحبر اللي هو بطن الحبايه السبيت. اهي شيلها خالص من هنا. حلوه زي ما هو كده زي الفل. وعندي شويه دقيق، باخد الصبيت احطه في الدقيق ده كده بالشكل ده كده، ونفس الموضوع هنا كده. هيعجبك الطريقه دي، هتوفر عليكي حاجات كتيره قوي. اولا الصبيت مش هتحمريه ويشرب منك زيت، ثانيا الصبيت هيستوي معاكي، ثالثا هتوفر عليكي وقت. ناخده بعد كده بنسقطه في الخلطة بتاعتي زي ما هو كده. نفس الموضوع.
اهو هنا كده عينيا تمام كده مكانها اهو اهو نفس الموضوع اشيلها كده انفطها من دي من الغبار ده كده واحطها هنا كده واروح على الزيت. حلوه انا سخنت الزيت ابدا اهديه بقى واخد دي كده واروق على الدنيا دي كده زي الفل. اخبار الزيت ايه؟ نبص عليه كده اللهم صل على النبي. اه ايه الدنيا؟ نجيب السبيت بتاعنا زي ما هي كده. اي اي بص عليها وبص على الحلاوه. على فين يا حلوه؟ اه اي 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 انزل هو ده. طب نشوف التانية معلش اهو اي 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 سبطية سليمة اي اي زي ما هي كده اي اهو الله عليك يا شفيق. اهو انا بتبسط لما يحب حد يعمل شغل اي زي ما هي اهو بص مرزة اي اي حاضر اهو اهو حلو بس اسيبها كده في الزيت شويه. الخلطه دي صعبانين عليا بصراحه انا مش هتنازل عنها. اقوم اعمل ايه؟ اعمل حاجه لطيفه قوي. السبيط المقلي ده المفروض اقدم معاه حاجه. بطاطس مقليه لا، بروكلي لا، بطاطس مشويه لا. في المطبخ الاسيوي او المطبخ الماليزي او الصيني او الياباني بياكلوا حاجه اسمها الطنبوره، خضار مشوي او مقلي بخلطه الطنبوره اللي انا عاملها دي كده، بس هما بيعملوها بمياه غازيه وحاجات تانية كده، فانا عملتها بطريقه النهارده بسيطه وسهله. اول ما نعمل البصل الاخضر بتاعنا الجميل الحلو، الفلفل الحار الجميل الحلو ده كده، واقدمه برزنتيشن مع المقلي اللي انا هعمله دلوقتي وانا شغال. اه شفت المطبخ وشقاوته؟ شفت المطبخ وحلاوته؟ اه البصل ده كده نقطعه كده اه عينيا اهو اهو لما هي زي الفل. انا عايز الفليفر والديد عليه اهو. شفت البصل ده كده اهو زي ما هي كده بنحطها هنا نفس القصه اهو اهو. البصل الاخضر بتاعنا ده كده اهو نفس الموضوع. الفلفل ده كده اهو هنا نفس الموضوع هنا كده. شويه خضار كده حلوين هنقدمهم دلوقتي مع السبيط المقلي اهو. نفس القصه دي مش محتاجه دي هنا برضو اهو. البصل الاخضر نستغله مش مع طبق الفول وبس هو ده. واخد الخلطه دي يا عم الشيف زي ما هي كده بزود لها شويه ميه صغيرين شكرا، وبقلبهم مع الخلطه اللي باقيه عندي اهو. شفت الجو ده كده هو ده الله عليك. وبعد ما اقلبهم التقليبه دي تتبيله عينيا اه التتبيله دي مهمه جدا، التتبيله دي مهمه جدا للخضار ده بتاعنا. ابص على السبيط عايز تبص على السبيط عينيا اه تقلقش عليه. بص على الحلاوه اللي هنا اه 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 شفت اللون الكهرباء ده؟ لون البرونز الجميل الحلو ده، اللون الذهبي ده كده اه اه اه. بص عليها كمان اطلعها لك بالشوكه عينيا مش حرمك من حاجه اه. ايه الحلاوه دي يا شيخ؟ ايه الكريسبي دي؟ اه 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 زي ما هي كده بتنزل اهي. ودي اختها معاها هي زي الفل اهي. بص عليها اهي اهي نحطها هنا تكمل تحضير. حلو قوي. ناخد الخضار بتاعنا بعد ما قطعناه وتبلناه في التتبيله الحلوه بنحطه في الدقيق بتاعنا ده كده اه. شويه خضار حلوين تبلت الخضار في التتبيله مكان السبيط اه شكرا. واشيل الخلطه دي مش عايزها. اخبار السبيط ايه يا عم الشيف؟ اه الله ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ اه بص على السبيط، بص على السبطيه، بص على الجمال. اي 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 مدلعك انا النهارده اه لازم هو تاني اهو نكمل اهو زي الفل اه حلوه. تعالوا مع بعض الشيف المغازي كاتب في المنيو
سبيت مقلي مع الجبنه. استاذه ريحاب وانا بديها المقادير متابعه معايا قالت لي ازاي اكل سبيت مقلي مع جبنه، اعرف مثلا الستريبس الدجاج مع جبنه، بطاطس مع جبنه، انما سبيت مقلي مع جبنه دي حاجه غريبه. واضح برضو انت بتسمعي الاسم تتخضي. هنعمل صوص الجبنه دلوقتي مع بعض. مقاديره على الشاشه، جبنه شيدر مبشوره، معانا حليب، تعالوا نعملها مع بعض عشان السبيت ده يطلع من الزيت يتقطع بشكل احترافي وينزل عليه صوص الجبن واحنا مع بعض اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. شويه حليب على النار يسخن الحليب، بنحط عليه مكعبين من الزبده، حلو قوي، الاولاد والاطفال بيحبوا الحاجات ديت. وننزل على الزبدة والحليب بشوية جبنة ونقلبهم مع بعض. اللهم صل على النبي. زي الفل. وناخد شوية دقيق من اللي عندنا اللي كنا بنتبل فيه من شوية. السبيت كده خلاص بنرفعه من النار وندوب معلقة دقيق بالشكل ده كده، قوام صغير كده مع سنة شبت صغيرة هنا زي الفل، وشوية مية. ده المطبخ، توقفي كده عارفة بتعملي ايه. خلص الكلام زي الفل، بندوبهم ونحطهم هنا يديني القوام اللي انا عايزه على طول. شفت القوام طلع في ايدي ازاي؟ كده صوص الجبنه معايا زي الفل. نكمل ولا نطلع فاصل؟ انا المفروض دلوقتي اغرف السبيط، حابين ايه يا شباب؟ انا معاكم. نروق ونشيل الدنيا كده عشان خلصنا شغل النهارده. انا ما بشتغلش، مش بعمل حاجه النهارده، بسلى. بشيل كل حاجه انا مش عايزها هنا خلاص عشان هنبدا نشوف الانتاج بتاعنا. في السمك في الفرن، هنبدا دلوقتي نشيل الغطا من عليه ونطلعه على الشبكه بتاعت الفرن مع بعض. ومعانا خضار هينزل مكانه السبيت في قلب الزيت واحنا ماشيين مع بعض خطوه خطوه. ومعانا مكرونه نجرسكو هنعملها دلوقتي، ولكن تعملي سمك، تعملي ديك رومي، تعملي خروف ضاني، اهم حاجه يا ست الكل النظافه. السبيت ناخده في طبق كده ونخليه جانبي. يا نعم. طب نطلع فاصل، هستاذن حضراتكم ناخد بعضينا ونطلع فاصل، وفي تفاصيل في الحلقه بتاعت النهارده صدقوني بجد من حبي ليكم مع بدايه عام ميلادي جديد مش هعمل حاجه خالص غير ان انا اروق الحاجه بتاعتي ونتابع مع بعض بعد الفاصل. هنبدا نحط الخضار اللي احنا من شويه كان معانا. ده بصل، فلفل، شايفين الخضار ده انا كنت بحمره من شويه ده طعمه رهيب. والفلفل الحار ده على السفر. الله. وناخد السطور بتاعنا معانا صوص الجبنه اللي احنا عاملينه والسبيت بتاعنا ده كده. الله، ايه الحلاوه دي، ايه الجمال ده. يلا شايفيه. وعلى البلانشه بتاعتي نفس القصه. سبيت مالي بمدرسه المغازي. ونفس القصه سبيت مالي. كريسبي، سامعين الصوت ده كده؟ قطر ماشي عليه. ونشيل شويه كريسبي دول ونحطهم هنا كده. الله عليك يا شيخ. ومعانا الصلصه بتاعتنا السبايسي شويه. اللهم صل على النبي. معانا صوص الجبنه الحلو. شكل جديد، طعم تاني زي ما حضراتكم شايفين كده، تفاصيله من بدايه الحلقه. ونسيبه بقى بألف هنا وشفا للي ياكل. حلو قوي.
تعالوا نشوف مع بعض ازاي نعمل مكرونه نجرسكو بالجمبري. التايم بتاعنا لا يتعدى العشر دقائق. مقاديرنا على الشاشه، مكرونه في النار بتتسلق، ومعانا التوم، مكعبين من الزبده، قليل من الشبت، واحنا مع بعض كده هنعملها سريعا. عينيا، حاضر. عايز تشوف السمكه اللي في الفرن تدفع كام؟ انا مش ناسيها، المال الحلال ربنا مبارك فيه. بس عايز اعمل حاجه هنا للامانه. شفت الجو ده كده؟ ده روزماري. الله الله عليك يا شيف لما تشتغل بمزاج رايق. عملنا كمان صبيت مقلي بمدرسه المغازي، شفنا تبلناه ازاي وبعدين حمرناه زي ما هو سليم في النار، بس لازم تشيل العين بتاعته والحبر بتاعه. وبعد ما اتحمر وبقى كريسبي خليناه على جنب، عملنا له الصلصه بتاعته سبايسي شويه او هاف سبايسي زي ما انت عايزه، وبعدين حطيناه شوق مع بعض في الفرنبيه بتاعه مع تشكيله من البصل والفلفل المتحمر بنفس التتبيله، وبعدين نزلنا عليه بصوص الجبنه اللطيف الحلو. بالف هنا وشيفا اللي ياكل، ايه الحلاوه دي؟ ايه يا شفيق دي على فين يا شفيق؟ ده على فين دي بالله عليك؟ تفاصيلها كلها اهو. كريسبي هتلاقي، طعم الجبنه هتلاقي، طعم الصبيت المقلي هتلاقي، كل حاجة حلوة هتلاقيها، خبرة طهوية هتلاقيها، أهي على فين؟ هو ده، حلو الكلام، ألف أنا وشيف، أنا مش مسموح لي آكل على الهوا. مراعاة لإيه؟ للجماهير، حلو أوي؟ مش عايز يا ستي مش هاكلك دلوقتي، حلو أوي. We'll be right back.